الزول في اللون نيت ما يسمع الزول المقرن. مرحبا سيوان، بونسوار بونسوار اتوتي اتوس، مساء الخير عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. Nous sommes bien sûr le vendredi, le 5 novembre 2021. Il est exactement 21h31. Alors, pour cette vidéo de cette soirée, on va donner quelques informations. Et on va encore parler de la femme, hein, la pauvre femme en Algérie qui continue de souffrir, hein, et que malheureusement, nos dirigeants ne font rien du tout, pour protéger la femme. Hein. Donc, depuis longtemps, on a écrit, on a crié, on a dit qu'il faudrait protéger la femme. Malheureusement, hein, personne ne répond à nos diverses, si vous voulez, écrits, nos divers vidéos, rien du tout, اليوم إن شاء الله الناس في الجزائر كامل ماهمش خدامين، راحوا كامل يصليو، إن شاء الله راهم تكونوا دعيتوا لخيانا كيف اسمهم المسيحيين، ودعيتوا لخيانا اليهود، ودعيتوا لخيانا اللي ما يمنوش، إن شاء الله تكونوا في صلاتكم دعيتوا لهم، كما نطلبوا منهم حتى هما يدعيوا لنا النهار كي يروحوا للإجليز ويروحوا للسيناغوغ ويروحوا منا. دونك صلاتكم مقبوله ان شاء الله كما راكم، كل عام وانتم بخير، كل عام وانتم راحيين كما يقول الانسان، وديروا الخير وديروا فوالا. الوغ فوندردي بيان سور حنا ما نخدموش، مي خويانا المغاربه اليوم يخدموا، هذا وين راح يبدا الويكاند نتاعهم، هما خويانا التوانسه اللي نحييهم، خويانا في المغرب نحييهم، وخوانا التوانسه كيف كيف اليوم سي نورمال خدامين، غدوه يبدا الويكاند نتاعهم كيما يبدا لو ويكاند يونيفرسال عند الناس كل، عند 80% 90% نتاع لي بيي يبدا الويكاند نتاعهم من غدوه السبت والحد. مالوريزمون حنايا ديجا لو ويكاند تاعنا كلينا منه اليوم الفوندردي وغدوه ونهار الحد نصبحوا خدامين، الوغ الناس تصبح ديمونش ما كانش خدمه عند الناس كل، سي با كاف. مادام لي ريسبونسابل نتاعنا اللي حاكمين الحكم راهم ضعاف لدرجه وين ما يقدروش نرجعوا كيما قال واحد كي الناس الكل، ومن بعد يبزنسولك بالاسلام وحنا مسلمين وحنا لازمنا الجمعه، شغل بيزومبل اخواننا المغاربه ماهمش مسلمين هما، خويانا التوانسه ماهمش مسلمين، خويانا الناس اللي في الغرب في الغرب يعني في فرنسا او في هذوك كل كامل ما يصليوش، هذوك غير حنا برك اللي نصليو، هما هذوك كامل كفار يعني، هذا على حساب العقليه الجزائريه. ربي يهدينا ان شاء الله ويهديهم. قبل ما نروحوا كيف اسمه الموضوع نتاعنا، هو الموضوع نتاع لا فام، المراه الجزائريه اللي مازالت مسكينه تعاني ومازالت تسوفري ومازالت في الدار تضرب وتتحقر وتوصل دوكا حتى تقتل، ماهيش الاولين وماهمش الاخرين، غير فيها 48 ساعه اللي عداو دو فام مساكين، دو فام كي اون ايتي توي لاشمون اساسيني. دوك نرجعو لهم. الوغ حبيت نجاوب هذه زينة اللي سمات روحها زينة زد اي وحدها و ان ا وحدو، ولا راجل كتب روحو كيما هكا نسيت والله ما على بالي، يقول لي يضحك ها 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 دركا عرفتوا اللي من تقدموا شكوى للدولة ياك راكو ضدها، لا لا كونوا بعضكم، يقول السيد هذا. هذا يقول علاش، باسكو البارح كي درت لا فيديو قلت للناس لازمكم تقدموا شكوى للوكيل الجمهوريه ولا تقدموا شكوى للامن وكذا، ومنا يقول لك حنا ضدها، شكون اللي قال حنا ضد الدوله؟ احنا مرانا ضد الدوله نتاعنا، حنا هما الدوله، لا انت هو
ولا انت هي الدوله، حنا هما الدوله، حنا باش يكون في علمك. دونك الدوله هي دوله الجزائر، دوله الامازيغ باش يكون في علمك، في الجزائر. دونك انت ولا انت راك ما على بالك بوالو، راك قاعد تضرب في الريح بهراوه. سي نورمال كو الناس كيتشكي تشكي الامن. ها واش حبيت؟ حبيت يهزوا السلاح ويروحوا يقتلوا الناس؟ واش حبيت انت يعني تشكي للدوله؟ ولا الدوله نتاعك انت، ولا نتاع هو السيد هذا زينه نتاعك انتم، الدوله هذه ولا نتاع من؟ شكون هي الدوله؟ الدوله المؤسسات دابور، الدوله المؤسسات. ها والناس اللي راهي الشعب كما قال واحد حطهم باش يديريجيو، شكون اللي حطهم الناس هذو؟ حطيتهم انت ولا حطهم ولا انت هذا زينه؟ شكون اللي حط الناس هذو؟ يا اخي هذاك الشعب، الدوله من الشعب والى الشعب. دونك ما تغلطيش شويه، قالوا تروحوا تكرهوا الدوله. شكون هي الدوله هذه؟ ما فهمناش شكون هي الدوله هذه. الدوله هي الشعب، ربي يهديك. الور كاين واحد ثاني جا جديد هذا، ولا ما عرفوش هذا قدار، هذا ولا ما عرفوش كدار ولا ما عرفوش، يقول لي مين تكره العربيه ما تهدرش اللغه العربيه. وانا عربيه نهضر هنا، انا نهضر في الدرجه، العربيه ما نعرفهاش يا اخي. هاد اللغه تاعنا حنا هذه اللي نهضر بها هنا راهي مخلطه، فيها الفرنسي، فيها التامزغه، فيها طرف من كيما تتر طرف شويه من العربيه. مين ما نعرفش العربيه يعني؟ كنا نهضر ديجا واحد النهار هضرت في التلفزيون مع العراقيين ومع المصاروه، قالوا لي سامحنا ما فهمناكش واش تقول. ما فهمت باسكو انا سي با دو سي با دو لاراب، سي دو فرونسي كاسي، سي دو فرونسي كاسي. كيما قلت لك تهضر واحد تقول له يا ولدي جيب الطوموبيل، لا الطوموبيل هذه عربيه اللي كنت هذه مش عربيه، الطوموبيل راهي دو فرونسي. احنا نقول لها الطوموبيل، هي سي لوطوموبيل. دونك بزاف حوايج اللي بالعربيه اللي اون فرونسي احنا نهضروا بهم. لو كان تقول لواحد عربي تقول له الحانوت ما يفهملكش واش هي الحانوت، ما يعرفلكش. تقول لواحد تبرنا يعني يفهم لك واش هي التبرنا، العربي ما يفهملكش، ما يفهملكش واش يفهملك. او جا لوطوبيس، الطوبيس او جا الطوبيس هذه عربيه، هذه مين مش عربيه، هذه لغه تاع سبيسيالمون تاع الجزائريين نهضروا بها حنايا. وزيد باش يفهموا الناس، باسكو بزاف الناس كلها نجيبها غير فرونسي الناس ما تفهمش. قالوا لي واحد الوقت قالوا لي ودي ما تهضرناش بزاف الفرونسي ما نفهموش. ليكول نتاعك رجعت الناس اغيال. ها فوالا الناس مساكن كانوا شويه يتعلموا يعرفوا شويه فرونسي ولاو رجعوهم بغوله. ها فوالا يقول لي ثاني بين وجهك ويسب هكذا وما تخافش. يا اخي والله غير ربي يهديك، راك انت اللي تخاف مني، انت تخاف مني، انت انا ما نعرفكش مهما واش تكون، انت تخاف مني ماناش انا نخاف منك. وثاني تخاف مني انا من انا من انت مانيش تاع فيولونس ولا تاع ضرب ولا تاع خلقش روحك، انا ما نضرب حتى واحد، ندافع على روحي وي، مي باش نضرب راني ما نضربكش. مي واحد كيما انت راك تخاف مني، انت اللي تخاف مانيش انا نخاف منك. اوكي من بوجهي ما نحبش نعتو في لي باج فيسبوك سور لي ريزو سوسيو، مانيش ارتيست، هذه هي القضيه برك. جو با ان ارتيست باش نعت روحي الناس في لي ريزو سوسيو ولا كي نضل ان شاء الله لو كان نتعلم نغني ونولي كي الشاب خالد كيما كنت سمع دركا. ها وكان يغني طريق الليسي، ها طريق الليسي بنسيت. ها وما كانش واحد ما تعبتوش طريق الليسي، نهضر على الناس الانتيليكتوال والناس اللي ها مي نتاع على بالي حتى طريق الليسي هذه ما تنجمش تروح لها باسكو ما عندك ما دير فيها. نحيي خويا دخه ما يخنش لها، كيف لقيتو دخه؟ دخه كيف لقيتو نسيتو؟ الصيد الصيد نو نو الصيد صياد ولا صيد؟ والله غير صياد نو سي دخل ولا غيره سبحان الله العظيم. في طريق الليسي غني لامنتو ما جبتش فيش انت يا اي والله نسيتو يا خويا والله كان يخدم في وقيلا في ديمكول والله نسيت جو سي با يا ربي والله ما على بالي جولي والله جولي. على كل حال تحياتنا للناس الكل اللي تعبوا في طريق الليسي. دونك حنا طريق الليسي ما تعبتناش يعني ديجا هي مش تاع طلعه. دونك حنا تاعنا حنا راه جات الوقت هذاك اخي عندنا فرد ليسي الوقت هذاك انسى ليسي فوالا. دونك ما تعبنا بروح وروح هذيك وي مي طلع حنا ما عندناش طلعه. تحيه كبيره الى الشاب خالد، الشاب خالد اللي مات لهذ الزوج ايام هذو يتعرض للاهانه والسب والشتم من عند ناس اللي ما هم فاهمين فيها والو، ما هم فاهمين فيها والو. قال لك كيفاه الشاب خالد يروح للمغرب يغني؟ يا سيدي وحنا المغرب هذا عديان تاعنا ولا؟ واش بكم هذا يا ناس؟ انتم مراض انتم ولا واش بكم هذا؟
احنا ثاني كون يكونوا مغاربه حبابنا يجيو يغنيو عندنا مرحبا في كل وقت، مرحبا بهم في كل وقت. بلادهم هذه راهي بلاد المغاربه الجزائر، باش نكون في عينكم هذه بلاد المغاربه الجزائر، وانا نقولها ونعاودها، لا تحسبوا فيها بلاد بوروينا هذا ولا كيف اسمه اللي كان قلتي بلاقي هذا بوروينا ولا بن فارينا ولا كيف اسمه هذا اللي كان يهضر قبيلة بن فارينا يا اخي. نعم اللي سمعتو قبيلتي يهضر هذاك قبيلة بن فارينا ولا بن قرينا ولا هذاك هو خاطي هذاك، هذاك بن قرينا هذا راهو ماهوش الجيريان، راهو عنده لا ناسيوناليتي الجيريان باش تفهموا. لازمكم تفهموا حاجة، هذا خالد شاب خالد راهو ولد الجزائر، مي بن فارينا وبن قرينا وجماعة كيما انت هذو الناس هذو راكم عندكم لا ناسيوناليتي الجيريان برك، فو نيت با دي الجيريان. دونك كيفاه تتسب انت شاب خالد كيفاه يروح يغني؟ يغني شاف في بلادو، يغني في بلادو وين المشكل؟ قال حقا حقا قتلوا ثلاثة هذوك، يا خويا ثلاثة هذوك قتلوا ربي يرحمهم، احنا ما ندخلوش السياسة. السياسة ما دبر راسهم الناس اللي قتلوا هاو كيما قال واحد الجزائر يقدم شكوى للأمم المتحدة، دوك نشوفوا ترى الأمم المتحدة واش راح تحل أونكيت ونشوفوا شكون هذو الناس اللي قتلوا. وأنا كنت هضرت ثاني في الفيديو قلت الناس هذو مساكن نورمالمون كانت الدولة نتاعنا ما تخليهمش يروحوا للتينيرار هذاك باسكو كان كونفلي ما بين الصحراويين وما بين خويا المغاربة، نورمالمون ما نروحوش من تما، ما نروحوش من تما. كيفاه كما قلت البارح كونفلي ما بين كيف اسمه فيه مشاكل وحنا نروحوا، وهذا المشكله هذا البلاصه هذه اللي توفوا فيها ثلاثه من الناس الله يرحمهم اذا راهي متبعه موريتانيا، اذا سي لا موريتانيا هي اللي تشكي من المغرب، اذا عندهم ثبوت يعني اذا عندهم حاجه يعني ملموسه. قال تليفون، قال هاو تليفون، ها مي باش نهضروا كيك تنجم تقول حتى الماك مالا، والماك هو اللي بومبارد على هاد الناس هادو خلاص، هي كيما مالفين وخلاص، الماك هو اللي بومبارد على هادشي هذا. مي نو مي نو مش كذاك يا جماعه، ما لازم 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 تكون عندنا دي بروف بوغ اكوزي دي جون، يفودغي دي بروف. اذا الجزائر عندها دي بروف قدمهم الامم المتحده، مي هذا احنا ما يعني ماذا هذا يعني الغالب نتاسفوا لهذا الشيء هذا، لو كان جاو مغاربه اللي ماتوا نتاسفوا عليهم، لو كان جاو جزائر واش يقولوا توانسه نتاسفوا عليهم، خاطش هذا هو اتر هيومان اللي مات، سي نورمال نتاسفوا، مي من بعد نشوفوا علاش الناس هذو راحوا من تم، علاش راحوا للبلاصه هذيك، وعلى شكون هو اللي ضرب هذا الناس هذو وكيفاه ضربوا، خاطش خويانا المغاربه انا سمعت يتكلموا يقولوا باللي الكماين هذو سلطان سور دي مين، هما يقولوا هكذا. والجزائر تقول لا ضربوهم بالطيارات كيما اسمه درون. ها بالدرون، بالدرون كيما قال واحد، دونك ما على بالناش لونكيت يد. مي هذا ما يعنيش ان الشاب خالد يقعد ما يغنيش، يجي يقعد معنا في الجزائر ويقعد يحزن، نو يغني والناس كل تغني، وهذه الجزائر هذه هي الدنيا. البارح برك عرس الناس يغنيو تاكسيدون الناس في السبيطارات مساكن وراهم واش تحب ولا غير سي صا ولا غير الدنيا واش راه يديروا الناس، واش راح يديروا؟ راح يبقوا حزنين، يماتوا الاف والاف ومازالوا يموتوا مازالوا مازالوا، مي الشاب خالد اللي ليبر باش يغني يغني بارتو، يغني في تونس يغني في الجزائر يغني في هذه بلاده وسيتو المغرب، المغرب بلاده هو. بون ماهوش هذا موضوعنا، هذا السيد هذا قدر قدر هذا يقول لي بصح هذو اللي يهضروا اللي تهضر عليهم قبايل ما يعرفوش يحكوا امازيغ، ايه معليش خويا، هذه بارك الله فيك، سي قدر. قدار هذا والله يعطيك الصحة بيان. يا سيدي نعديو نروحو للمشكل اللي راح نتكلمو عليه، هو مشكل تاع لي فام. قلنا وهدرنا وعاودنا وين النساء مساكن ضربوهم في حسين مسعود، ضربوهم في 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 كل بلاصة، ديما يصراو المشاكل، ديما المرأة مسكينة وخليا لي فام وفوايي، ما كانش نهار ما كانش مراه اللي ما يتكسرش فمها، ما كانش مراه اللي ما يتكسرش خشمها، ما كانش المراه اللي ما تاخذش طريحه من عند راجلها، طريحه من عند خوها، طريحه من عند جارها، السب يقول فيهم. وحنايا الناس يعني الناس اللي في السلطه والله نديري ما كان والو، ما كان والو والو والو. 48 ساعه اللي فاتت مراه مسكينه في معسكر في مسكره ساكنه في واحد السكنه اللي كون تشوفوا تبكيوا عليها، ما يسكنوش فيها الكلاب، ما يسكنوش فيها والله يا الكلاب، ما نهضرش على الكلاب تاعنا، نهضر على الكلاب تاع فلوكسيدون، والله يا سكنه كيما هذه ما يحطوهمش فيها. يا سيدي لي نيش تاع الكلاب فلوكسيدون
خير من السكرة تاع المرأة هذه مسكينة، كون تشوفوها تبكيو عليها الزوالية وحقروها هالمرأة هذه كي عاد وحدها مسكينة، وهي كانت تقرر بكي الفرنسي، سيتي بروف دو فرونسي فالوتريت مسكينة تعاني وحدها، دخلوا عليها مسكينة وروعوها في الليل وقدروا لها البلاستيك على فمها وقتلوها باش تشوفوا هذا لي كريمينال هذول، هذا الجبنه اللي كما قال واحد اللي تعداو على امراه مسكينه وحدها. دونك هاكم تشوفوا كيفاش. قبل هذا في باتنا ثاني امراه مسكينه ايطاليان ايطاليانيه جات تعيش في وسطنا وشهدت ومسلمه وقالت ما نروحش للطاليان، بورتون في ايطالي عندها زوج ولادها عايشين في ايطالي، وهي عجبتها البلاد تاع لي زوريس تاع الشوية وتعيش في وسطنا. يزيدوا يجيو إرهابيين إرهابيين دمويين كلاب بني كلاب يدخلوا عندها ويقتلوها مسكينة، وهذه هي. وحنا يا ما كل خطرة نحسبوا دوكا عدات الخمسين، عدات الخمسين دوكا من نهار 1 جانفي هذا 2021 حتى نوفمبر مازال ما كملش العام، رانا في تقريبا 53 و 54 المرأة اللي اساسيني اللي قتلوها. والناس هذو الجماعة تاعنا الناس اللي راهي قاعدة تسير والله ما كان، والله ما على بالهم، على بالهم برواحهم فلات، هذا ما كان على بالهم وقت تخش لابي نتاعهم، على بالهم لي باسبور ديبلوماتيك نتاعهم اللي راهم في الجيب، يضربوا دورة وين يحبوا هما، ساعة الطليان ساعة الامريكان ساعة وين يحوسوا، والله لا على بالهم والله لا جايبين خبر بالشعب الجزائري اللي راهو يسوفري وبالمرأة اللي قاعدة تسوفري مسكينة. أنا الناس هذو اللي قتلوا هذا النساء هذو، على كل حال راهم يتعاقبوا يتعاقبوا، راهم يتحكموا يتحكموا، ما عندهم وين يروحوا، راهم يتحكموا يتحكموا. نبصح المشكلة وين جهة، أنا ما نلومش هذ القتالين الذباحين هذو، والله ما نلومهم ما نلومهمش. الناس كيما هذو اللي تشوف فيهم كيما هذاك كيما هذا كظهر، وهذه الطفلة هذه ولا تسمات روحها هذه ما على بالش كيفاش سموها هذه اللي كنت نسمي فيكم دوكا، هذو مساكين هذو ضحايا، هذو مساكين نيفو اردواز، واش راح تلوم عليهم واش راح تقول لهم؟ شكون اللي رجعهم كيما هكا؟ شكون؟ انا؟ المدرسه، المدرسه الجزائريه هي اللي رجعت الناس كيما هذو، المدرسه الجزائريه هي اللي رجعت الناس كيما هذو يقتلوا الروح. حتى كيما هذه المسكينه هذه المغبونه اللي قتلوها في في دارها في معسكر، قتلوها مسكينه وداروا لها على فمها البلاستيك باش ما تجيش تعيط وقتلوها، وزادوا كي عاد يحوسوا باش ما يشوفوا كش ما عندها دراهم وما نعرف واش، وزادوا لاحوا عليها لاحوا عليها المسكينه المضربه وين ترقد، ولاحوا عليها الحوايج على وراحوا خلوها، وبقى الباب هكذاك محلول كيما قال واحد، حتى الناس الجيران شافوا الباب محلول، هي مش مرفه مسكينه تدخل الباب تاعها محلول، ودخلوا لقاوها مسكينه تطايش ميته مسكينه وخلاص. دونك حنا نرجعوا ونروحوا ليكول، ليكول نتاع الجزائر اللي مازال لليوم قاعده تفورمي في الارهابيين، ليكول نتاع الجزائر اللي مازال تفورمي في لي ديلانكون، ليكول نتاع الجزائر اللي مازال تفورمي في لي كريمينال. وقلنا لهم يا ناس حبسوا علينا، حابسوا علينا ديروا اعاده الهيكله ليكول، ليكول لازم لها تخرج لنا ناس يكونوا كيما قال واحد يعرفوا القانون ويعرفوا علاش من اللي الصغر من يدخلوا لا ماترنيل، واللي هي لازم لها تفورمي ناس يكونوا عندهم نيفو عالي، النيفو اللي ما يوصلش الانسان خطر اخرى يقول لك انا العنف ما نديروش. مي كي تروح تقري لي في الاولاد في العنف واش تسنى منهم يخرجوا؟ كي تروح تقريهم في التربيه هذه يعيطوا لها هما التربيه الاسلاميه ودخلوا عليهم وقتلوهم ونحاولهم ريصانهم، وربي قال واعدوا لهم كل ما استطعتم من قوه ترهبون بها عدوكم وعدو الله وما نعرف واش وما نعرف واش، واش تسناو من هذ الناس هذو يخرجوا برك؟ واش تسناو؟ ويقول لك حنايا لازمنا نقريو التربيه الاسلاميه وحنا المسلمين وحنايا منا، واش جبت لنا هذه كامل واش جبت لنا؟ نعتونا واش جبت لنا؟ واش هو الناس اللي قتلوا هذ النساء هذو مسيحيين ولا جاوا من الامريكان ولا جاوا من فرنسا؟ منين جاوا؟ هيا بالخطر معاكم، لو كان ما نلقاوهم ما نروحوش نلقاوهم باللي راهم شبعوهم في المدرسه الجزائريه، شبعوهم بهالقتيلات والذبيحات هذو، شبعوهم من اللي يخشوا الاولاد ليكول من البريمير وهما يقريو فيهم الا العنف، الا العنف. حتى لي بروفيسور نتاعهم هذو اللي يقريو عندهم عقليه تاع داعش،
لي بروفيسور اللي قريو في هذا الناس هذو يعيطوا بروفيسور في الكيمياء باسكو ما يستاهلوش يكونوا دي بروفيسور حاشا اللي ما يستاهلهاش وحاجه وقليل خلاص مدير نتاع مدرسه يضرب بالدماغ هذا سلام فويو هذا مش مدير شفتوش انتم مدير نتاع مدرسه يضرب واحد يتخانق مع واحد يضربه بالدماغ اسكو فوزافي فيو سا انا على بالي بلي واحد كذا انتيليكتويال ما يضربش خلاص يضرب بالهضره يضرب القلم نتاعو ما يضربش بالدماغ الدماغ عطاه ربي باش يخمم به عطاه له باش يعمل به عطاه له باش يخدم مخه باش يجيب به حاجه للناس تعيش بها دير بها ما عطاه ما قالوش ربي دير راسك ديروا قادومه ولا ديروا هذا مدير معلم يتقاد بنيه ودماغ هو التلميذ تاعو واش من المدرسه هذه هذه مدرسه هذه جروجرات جروجرات يا جماعه هذه مش مدرسه هذه وهذا حاجه اخرى ثاني الدوله سادير الدوله انستيتيسيون ها ماذاش على الدوله نهضر على المسؤولين تاعنا اللي باش يحميو المراه ما كانش المراه مسكينه البي يضرب الخو يضرب العم يضرب الخال يضرب كيف اسمه الجار يضرب في الزقاق ماهيش مانعه ومن بعد تلحق حتى الاقتلات تلحق حتى الاقتلات دركا ولات راك تشوفوا كيفاش اون 48 تور دو مورتر واحد في الشرق والاخر في, 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 في الغرب الاخر في معسكر والاخر في باتنا زوج دو كادافر دو كادافر على غير شيء هذاك على غير شيء وهذا كل على واش وشكون هاد الناس هادو اللي ماتوا الله يرحمهم على كل حال هم ضحايا تاع عنف والناس اللي قتلت هاد المجرمين هادو اللي قتلوا هاد النساء هادو مساكن ناس حتى هما ضحايا ضحايا تاع مجتمع ضحايا تاع المسؤولين اللي خلاوهم كيما قراوهم باش يقتلوا ناس وقراوهم باش يذبحوا ناس ها هما وما عطاولهمش حاجه اللي باش يعيشوا بها كيما يقول الانسان ها حاجه باش يعيشوا بها باش ما ينجموش يروحوا يقتلوا ولا كيما يديروا سيادهم اللي في الاوروب سيادهم اللي في الاوروب هذو منا ناس دي زيترونجي يعطيو لهم كل شهر كيما قال لي صاحبي تقريب 10 ملايين قلت لك 10 ملايين للشهر باش يعيشوا بها هذه 10 ملايين جزائريه للشهر باش يعيشوا بها باش ما يروحوش يسرقوا باش ما يروحوش يضربوا الناس ويعطيوهم سكنه ويعطيو يخلصوا لهم التريسيتي ويخليهم يداويو بلاش هذه كل باش الناس هذو يلقاو لو كول شغل ان بيتي كونفور اللي باش ما يروحش يسرق وما يروحش يضرب اليوم ب 10000 قلت لك يلقاك واحد عندك 10000 قلت لك هو ما عندوش اربع ظروف يجيبو سي نورمال يقتلك على 10000 سي نورمال هل المخلوقه هذه مسكينه بالك دخلوا عليها باش يديو لها دراهمها ولا يدخلوا لها مكان ذهب ولا حاجه يجيتي اوبليجي يقتلوها وهذا ما كان خلاش باسكو سون دي كريمينال تقراو على الذبح وقراو على الضرب وقراو منا وزيد بزياده للمسؤولين تاعنا ما داروا حتى حاجه القوانين تاعهم اللي داروها كامله ضد المراه ويمسحوا في الاسلام الا اي حاجه يديروها ضد المراه يمسحوا في الاسلام على هذاك الاسلام ولو الناس حاشا الاسلام الصحيح ولو رجعوه دين تاع ارهاب ربي قال المراه ما تخرجش ربي قال المراه لازم تدرك روحها ربي قال المراه لازم تقعد في الكوزينه ربي قال الوك ربي حشاه ما قال والو هذه كلهم انتوا اللي درتوها موش ربي اللي دارها باسكو ربي لو كان جا ضد المراه ما كانش يخلقها بكل ولو كان ماهيش المراه هل كريمينال وانتوما اللي تقولوا بلي المراه راهي نتاع الكوزينه ومنها ومنها انتوما بعد ما تكونوش انتوما بعد كاش واحد ولدو باباه كانش واحد ولدو باباه يا يعني المراه هي اللي تولد للراجل لا انا المراه غير تعرف غير مسكينه تطيب تكنس دير وتقعد في الدار كي كي الاسكلاف كي الاسكلاف هذه هي وتزيد تتضرب وتزيد تتقتل وتزيد يروحوا لذوك لي كومونتاتور هذوك لي كومونتير هذوك ويبداو لك شوف واش دارت يعني واحد يعني واحد العقليات واحد الذهنيات واحد لو نيفو يعني فريمون كي دون كي دون لا نوزي على بالكم لا نوزي على بالكم ماشي ولا نوزي حاشاكم واحد كي ساعات يحب يتقيم الهضره نتاعكم هذه
حبيت قيه. ما يقولكش بيكسومبل كيفاش الناس كيروحوا يقتلوا مرة كيما هذه، علاه؟ بوركوا يقتلها؟ واش دارت له؟ حتى ودارت له ما يقتلش، كان عداله. حتى ودارت له المرأة ما يقتلش عليها، كان عداله. مالا لو كان يكون الانسان يكون مسلح، مالا اللي دار لك حاجه قلت كي الكوبوي طف طف، هذا هو نوليو كي الكوبوي. مالا علاه مدايرين مالا العداله؟ علاه مدايرين العداله؟ كي عاد مالا نقتلوا بعضنا يخلونا نهزوا كل كلاش لبعض ونخرجوا لبعضنا، ساعه اللي قتلوا قتلوا خلاص، نوليو كي الكوبوي وخلاص. سي نورمال سي نورمال، والمسؤولين تاعنا راهم يتفرجوا، راهم يتفرجوا في عود يتبعوا سيادهم في الغرب اللي المراه ما تنجمش تمسلها شعره منها، شعره ما تنجمش تمسها من المراه. روحوا عيطوا للناس اللي راهم في فرنسا وراهم في بلجيك وراهم في السويس، يحكيوا لكم كي يروحوا الانسان تاعهم لهيه كيفاه يتعاملوا معاها. اذا فاتت المراه هزت التليفون وعيط للشرطه دخلت عليك، دخلت عليك، على بالك واش دخلت عليك؟ دخلت عليك. خاطرش هما علاش؟ يعرفوا حق المراه، يعرفوا حق المراه. يقول شوف ما فيها لا الزوجه نتاعي لا هم يحزنون، كاش فوتر فام ني با اون اسكلاف، يا ليغاليتي انتر اومي فام دون لي بيي اوكسيدونتو، سو ني با لو كا شي نو او لا فام اي توجور كونسيديري كوم اون مينور، ال اي توجور كونسيديري كوم اون اسكلاف شي نو لي مسلمون، مي با شي لي اوكسيدونتو، شي نو لي الجيريان لي تونيزيان لي ماروكان. La femme est toujours considérée comme un être humain d'une autre catégorie. Elle n'est pas comme l'homme. C'est malheureux. C'est malheureux alors que nous sommes pareils. Il n'y a pas de différence entre moi et une femme. Quelle est la différence? Au contraire, il y a certaines femmes qui sont vraiment plus douées, plus, je ne sais pas, plus belles, plus intellectuelles que certains hommes. Oui. Alors nous, là, حنا تلقى حتى وتكون المرأة مسكينة عندها قرية يعني وتكون عندها واش عندها، ها؟ يجي واحد مسكين نيفو أردوز خاطر راجل يكون خير منها. هذه عند العقلية تاعنا حنا، العقلية نتاع المويناج، العقلية تاع المويناج. إي بوطون قلنا للناس الدون، قلنا للناس اللي يسيروا في الآخر، راهو مازلتوا مادامكم قاعدين بهذه اللوا نتاعكم هذو راكم ما تافونسيوش خلاص. ما تافونسيوش، ما بوفي با افونسي. مادام ها المراه تبقى مينور في حياتها حتى تكون في عمرها 80 سنه وهي مينور، لازم ديما يقول لها روح جيب لي ولي امرك. هذه راهو هذا شيء الاسكلافاج مودرن، عيطوا له الاسكلافاج مودرن. المراه بلغت 30 سنه 40 سنه 50 سنه 80 سنه مازالوا كيحبوا يهضروا معاها قال روح جيب لي ولي امرك. مرا تروح مسكينه تطلب فلاداس يا خوتي يعني راني اعطيوني اعانه، يقولها روحي جيبي راجلك، العصمه عند راجلك. تاع واش العصمه هذه؟ تاع واش هذه العصمه الخامجه هذه؟ ما عرفتش حتى واش هي، تاع واش؟ كيفاه مرا تجي باش تطلب مسكينه حقها؟ تقول لكم راني جو سوي دون بوزوان عاونوني، تكلم لها تقول لها روحي جيبي واش يقولوا راجلك، هو اللي العصمه عندها هو. سي كوا واش زاد فيك ربي نتايا؟ واش زاد فيه ربي في الراجل؟ واش زاد فيه واش هو؟ سي كوا الراجل؟ سي كوا؟ واش حاجة؟ إي ممكن مسخر منكم في كلش. أو كونترير نورمالمون المرأة هي اللي عندها حق يعاونوها ماهوش الراجل، باسكو المرأة مسكينة كيما تقولوا أنتوما كيما تقولوا لها ولية، دونك نورمالمون هي اللي عندها حق ماش كنتا. حنا ديما بالعكس، ديما بالعكس. وديجا هادو تاع داس هادو النساء هادو أنا ما نلومهمش. علاش؟ باسكو كيما قالت لي وحده يا خويا روح غير القانون، اذا تنجم انت روح غير القانون، انا عندي قانون يقول لي ما تمدش للمراه. واو عندها الحق المسكينه هذه المراه، قالت لك انا طبقت غير القانون يا خويا. نهار القانون يعدلوه كيما قالت لك ويديروه كيما سيادنا الاوروبيين، دوك نولي وحده حنايا كي تجيني المراه كيما قال واحد نقوم بها، ومادام يقول القانون يقول لي بري العصمه عند الراجل، انا لازم يجي راجلها ولا ما نعطيهاش. شفتوا؟ وراجلها وين راح؟ هز على راسو مشى، هز على راسو ما نعرف حرق ما نعرف كره من حياته مشى. وهي تبقى بولادها واحد ما يعاونها، علاش؟ خاطرش العصمه عند الراجل. ولا روحي طلقي كما قالت لها هي، يا بنيتي انت كيفاه نطلق ما تعرفش حتى، علاش؟ باسكو مسكينه ما قراوها ما والو، ها باقيه في الدار عندها الاولاد، مسكينه دارت ست اولاد وقعدت وراجلها راه خلاها، ما عندهاش حق يعاونها، ما عندهاش حق. فوالا روحي طلقي جيبي لنا
لاك دو ديفورس. قلت لها وين نطلق؟ وين هو راجلي باش نطلق معاه وراه ما كانش. لا غالبا ماما، لا غالبا واش غندير لك، ما عندكش حق. فوالا هكذا قلنا للشعب، راكم ما تنجموش دولة كيما هذه، صدير دولة بوليسية كيما هذه، راهي ما تجيب لكم والو، راهي ما تجيب لكم والو. الدولة البوليسية هذه ما تجيب لكم والو، خاطرش لو كان كانت دولة علمانية ديمقراطية اللي دير كي الراجل كي المرأة، عندهم نفس الحقوق، نفس الحقوق، ما فيهاش الراجل خير ولا المرأة خير، نفس الحقوق، المرأة عبد والراجل عبد، نفس الحقوق عند سيادنا. نهار كي نوليو كي سيادنا دوك نوليو لاباس علينا، اوكي. ولا لو يخليو عليكم الدولة البوليسية ويروحوا يجيبوا لي الدولة الإجرامية، أنا ما عيطتش الإسلامية، يروحوا يجيبوا لي الدولة الإجرامية باش يجيو يذبحوا الناس ويقتلوا الناس باسم الإسلام. عندك الدولة العلمانية والدولة اللي تمد الحق للمرأة وتمد الحق لكل إنسان، هذيك ما يحتاجوهاش، 80% نتاع الشعب ضدها. علاه؟ باسكو الشعب الكل والمخ نتاعو، الكل والمخ نتاعو داروا له لافاش دو سيرفو، عاد يحب الا دولة العصا، ها؟ دولة كيما يقول واحد السيد، دولة الرونجرز، ها؟ ولا دولة الموز الخضمي. الدولة اللي تجي في النص، يعني هي العلمانية اللي تمد الحقوق للناس، هذيك ما يحبوهاش. ما تحبها ما يحبوهاش الناس اللي هذو اللي في الحكم، باسكو ما تساعدهمش، يحبوا يحكموا بالعصا كيما قال واحد وبالكابوس، والاخرين ما تساعدهمش، يحبوا يحكموا بالموس، ها، والحجر، يفرضخوا الناس بالحجر ويرجموا الناس. هذا واش يحبوا عندنا حنا في الجزائر، في تونس، في المغرب، هذا واش يحبوا، هذا هو واش يحبوا. وطونكو نمشيو كيما هكا رانا ما نافونسيوش، وتبقى المراه مسكينه تسوفري، ويبقاو هاد الزوج هادو ما همش هما الاولين اللي قتلوهم الايادي الاجرام، مازالوا يزيدوا يكونوا اخرين، ومازالوا يزيدوا يكونوا اخرين. وعلى هذا كان الخطاي فد، قلت للبنات يا بنات اللي مازلتوا ما تزوجتوش، ما تتزوجوش بالجزائريين، ما تتزوجوش بالجزائريين، حاشا اللي ما يستاهلهاش. راه نهار يجي يتعنطر عليك وطوموبيل مرسيدس ويجيب لك الناس والكوستيمات ها، السمانه الاولى تاخذ طريحه، سمانة الأولى تاخذ طريحة، وأنا نقولها لك. دونك قعدي في دار باباك معزة مكرمة، وإذا لقيتي كان شينوي ولا كان طالياني ولا كان يهودي ولا كان شقاوري، راك يسمى منعتي تروحي تعيشي كي السلطانة. مين تاعنا حنا البنية تبقى تتكلم فيك في السمانة الأولى. السمانة الأولى تبدا تتكلم فيك، هكا علمونا يا زحي، سمحوا لي، هكا قالوا لنا المرأة تاعك لازم تضربها باش تطيعك. لازمك لو كان تحكم مرتك مع واحد ذبحها، هاك يقولوا. لو كانت مرتك تخرج بلا شيء بيك طلقها، واش كتطلقها لحق عليها كسر لها راسها، هاك علمونا واش حنديروا. اي فو دغي دير لا فيغيتي، ما قالولناش يا ناس نو، المراه هذه كي تجيبها راهي جبتها من دار باباها، كانت معزه مكرمه، لازم حتى انت تكرمها، راح راك راح تبني انت وياها فويي. يا خويا ما عجبتكش ابقي على خير يا مدام، كل واحد يروح في حاله ونبينا صلينا عليه. ما عندكش حق تهز عليها يدك، ما عندكش حق تضربها، ما عندكش حق تسبها، ما عندكش بان دروا يا سي محمد، ماهيش الشكرا بتاعك يا اخي. انت نهار كي رحت درت العقد شتا نقدو مارياج، هاي تشني هي من وانت منا اتفقتوا باش تزوجوا مع بعضكم ديروا ان فويي، ما رحتش شريت بقره من السوق يا سي محمد. دونك ما نطولش عليكم، سمحوا لي اذا كنت شويه نعيط ساعه ساعه، باسكو لا غالب كي نشوفوا حوايج كي صراو كيما هادو، يعني فريمون للاسف 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 هذا الشيء هذا يصرى في بلادي للاسف. نقولكم كلمة ديال هنا، تصبحوا على خير. Bonsoir à toutes et à tous.